كده تقولوا ان احنا فين، يعني كل واحد كده بيتابعنا يقول فين المكان ده. بقى هو في مصر، بس فين في مصر؟ في اي حته، في اي محافظه، في اي مدينه؟ فكر حضرتك، فكر يا حضرتك احنا فين. قررنا ان احنا نيجي هنا، ونيجي هنا لانه المكان يستحق ان احنا نيجي، مش احنا بس، اي حد. وانا اتمنى قبل ما ببدا الحلقه اتمنى ان احنا ننظم رحلات طلبة جامعة، مدارس، فنانين، ناس في الإعلام، أي حد، مجلس نواب، ناس يجوا بس يشوفوا حصل إيه هنا. هنا أعني مدينة الجلالة العالمية، تاني مدينة الجلالة العالمية. 2015 كنا من أول القنوات اللي جت مدينة الجلالة. كان في ذلك الوقت السيد الرئيس أعلن إن احنا هنعمل منتجعات ومدينة عالمية وجامعة واوا، وجينا حاجات كتير يعني، وعملنا حلقة. وهفكر حضراتكم وإحنا مع بعض في 2015، كانت صحراء جرداء، لا حياة، لا بشر، لا أي شيء، مفيش أي حاجة. ثم جينا النهاردة عشان نشوف البلد لما بتقول حاجة بتعملها ولا لا. لما بتاخد قرار ان احنا بنعمل مدينة جديدة اسمها الجلالة، حصل ولا ما حصلش على الارض؟ على الارض احنا هنا فين؟ في المية، وسط البحر، مارينا، المنتجع السياحي. ده المنتجع السياحي، بس المنطقة دي منطقة اليخوت، مارينا زي ما حضراتكم شايفين كده، والمكان ده يستقبل مئات من اليخوت، ويعني من مختلف دول العالم، عرب، أجانب، اللي عايز يجي أهلا وسهلا يتفضل. وهتكون واحدة من المناطق، مناطق الجذب السياحي لمصر من مختلف دول العالم. احنا بيتعملش النهاردة مدينة عشان مصر، عشان مصريين، عشان مصريين طبعا، ولكن مدينة كمان للجذب السياحي. لديها المقومات؟ ايوه، لديها المقومات اللي مش موجودة في اي مدينة مصرية، وهقول لكم دلوقتي وهتشوفوا معايا. المدينة دي لما اتخذ هذا القرار كان مسألة صعبة جدا. ليه صعبة؟ محدش جه يقعد هنا قبل كده، محدش دخل الجلالة دي قبل كده. بتعدي فوقيها بالطيارة أو بتعدي بالعربية وانت رايح الغردقة ولا رايح الزعفران أو كده، لكن ما بتعديش من المكان ده أو ما بتعديش من المنطقة دي. ما بنعديش من هنا عشان جبال، وجبال صعبة جدا، ارتفاعها بيتراوح من 600 لحد 900 متر ارتفاع الجبال. تعمل طريق، ما هو انت هتعمل حياة فاعمل طريق، فتعمل طريق. شوف الطريق ده، الطريق اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي بسم الله ما شاء الله، الطريق ده اتعمل، اتحفر في الجبال، الجبال شديدة الوعورة، صخرية صعبة، انه في مساحة حوالي 5-6 كيلومترات في جبال ارتفاعها بيصل ل900 متر، صخرية استخدمت فيها كل الأنواع اللي تقدر تعمل عمليات نسف، تفجيرات، غيرها، شركات بتشتغل مصرية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عشان أعمل الطريق ده بالجمال ده. الموضوع مش طريق، خلي بالك، الموضوع مش طريق، مش انا بعمل شويه اسمنت ولا شويه مش عارف بتاع، لا، مش